البارح كانت جلسة حميمية تسودها المحبة والإخاء في بيت أحد الحكماء، وكان هما زوج الناس اللي ما يمكنش أننا الكلمة ديالهم كي تنقولوا احنا بالدارجة تحت الأرض. فجلسنا وكان محبة وكان صلح الحمد لله يعني شان نقول لك بحضاري، كان صلح حضاري حتى لا ماشي كان خلاف بسيط ولكن انتهى. أقول لخوتي وكنقول لخويا عبد العالي عفى الله عما سلف والله يسامح علينا دنيا وآخرة، حنا بغينا وليداتنا يكبروا على المحبة وعلى الإخاء وعلى المودة وعلى أحفادنا باش ما نبقاوش هذه. فالحمد لله أن الأمور كلها انتهت، وهذا يعني شان نقول لك لقاء أنا جد مسرور، لأن الفنان خصو يهضر على الإبداع ويهضر على الفن ما يهضرش على المشاكل. الجمهور نعم مرحبا حبذا، أنا الأغنية صوبت لها ماشي مشكل، أنا صوبت لها الأرضية، مدى بينا أننا نعمل عمل مشترك، وهذه إن شاء الله غتكون بداية ديال مجموعة من الأغاني بإذن الله تعالى مشتركة أنا وخويا عبد العالي. كيف قال الأستاذ سي محمد الغاوي، كنشكركم كنشكروا الناس اللي كانوا أسباب باش يكون هذا اللقاء. راه ماشي صلح، احنا ما مخاصمينش باش يكون هذا اللقاء فيما بيننا. كنشكر الأستاذ بدر الدين اللي يعني كان متبعنا من منذ البداية، لأنه ابن الدار وسلاوي وحشومة علينا يتسمع في مدينة سلا، لأنه مدينة سلا أعطت الفنانين الكبار الكبار الكبار، فمن حسين السلاوي وانت طالعة لإسماعيل أحمد والقائمة طويلة، فما غنجيوش حنا حتى الاخر وغادي نضحكوا فينا عباد الله. سي محمد الغاوي صدرت له اغنيه ديال الخاوه اللي جميله بزاف واستمعت لها، كذلك فانا كذلك صدرت لي اغنيه، نتمنى بالله بان اطرقكم تو سامبلومون. ولما لا فالفكره عاد جات دابا من عند الاستاذ بدر الدين الادريسي، يقدر يكون فيما بيننا واحد العمل ثلاثي ولما لا.